السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. الصحيفة الهولندية تكشف عن المسؤول وراء اعتزال حكيم زياش دوليا. سلطت وسائل الاعلام الهولندية الضوء على القرار المفاجئ الذي اتخذه نجم تشيلسي حكيم زياش باعتزاله كرة القدم على مستوى الدولي بعد تقلص فرصة عودته إلى صفوف المنتخب المغربي أكثر من أي وقت مضى، في ظل وجود البوصوني وحيد خليل زيتش على رأس قيادة الفنية لأسود الأطلس. وأكد حكيم زياش أنه لن يعود للدفاع عن ألوان بلاده فيما تبقى من مسيرته الاحترافية، مضيفا أشعر بالحزن بكل تأكيد وأتفهم الجماهير المغربية، لكنني أعرف كيف تدار الأمور في المنتخب وهذا قرار نهائي. وتعرض خليل زيتش لانتقادات لادعة بسبب ما وصفه في الإعلام المحلي بالخروج المبكر من البطولة الإفريقية، لدرجة أن بعض المنابر طلبت الجامعة بإعفائه من منصبه لتفادي حدوث كارثة في صدام الكونغو الديمقراطية في دور النهائي المؤهل لكأس العالم قطر 2022. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.